السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في الأجندة وزير الخارجية الأمريكي الأشهر هنريك سينجر في مقال له بصحيفة وول ستريت وول ستريت جورنال يقول إن جائحة كورونا ستغير النظام العالمي للأبد وهي العبارة التي قالها قبله بأيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهذا أيضا ما تنبأ به 12 مفكرا باحثا حول العالم في استقصاء أجرته معهم مجلة فورن بوليسي الأمريكية وهناك آخرون تحدثوا عن تغيرات اجتماعية وسياسية ونفسية واقتصادية إلى آخر على مختلف المستويات تغيرات ستحصل في عالم ما بعد كورونا ما طبيعة هذا التغيير الذي يتوقعه السياسيون والمفكرون والباحثون يا ترى وهل هذه الأزمة من فوائد متوقعة إلى جوار الآثار المدمرة هذا هو موضوع حلقة هذا المساء فكونوا معنا عشرات المفكرين والعلماء والسياسيين وال... والمثقفين باتوا يتحدثون عن مستقبل العالم لما بعد كورونا وهناك ما يشبه الاتفاق بينهم على ان العالم سيشهد تغيرا على مستويات مختلفه معظم التوقعات تذهب الى ان نظام العولمه سيتراجع بشكل كبير عما كان معروفا في الحقبه الماضيه وسيصبح العالم اقل انفتاحا من ذي قبل وبعضهم تحدث عن عولمه جديده تدور حول المركز الاسيوي بدلا من المركز الامريكي تحديدا الصين حول الصين عولمه حول الصين العولمه الحديث عنها هو حديث عن حركه البضائع في المقام الاول لما نتكلم عن العولمه احنا بنتكلم عن حركه البضائع والقطارات والطائرات والسفن وما شابه ذلك حركه النقل هناك حركه حرة للبضائع بين دول العالم في ظل نظام العولمة. وهناك شركات متعدد متعديه الجنسية. يعني بيكون مركز الشركة في نيويورك مثلا ومصانعها في الصين ولا تايوان ولا كوريا ولا اوروبا. من المفكرين من يعتقد ان ازمة كورونا ستجبر الحكومات والشركات على تعزيز اقتصاد العزلة. اقتصاد العزله يعني زي ما احنا الان معزولين في في الحجر المنزلي، الدول ايضا حتسوي لنفسها حجر وحيكون عندها اقتصاد متناسب مع الحجر هذا يعني. ذلك الاقتصاد الذي يناسب تحديات العزله الاجباريه. الدول ستتجه ربما للاكتفاء الذاتي من احتياجاتها سواء بالتصنيع او بالتخزين، لانه حتى التخزين ما كانش يعولوا عليه في الفتره الماضيه، يقول لك ما دام في حركه توريد مستمره ما فيش داعي للتخزين يعني ولذلك فجأة اصبحوا يطلبون مستلزمات صحيه بسيطه من من دول اخرى دول عظمى تطلب مستلزمات صحيه مثل الكمامات او الكمامات بالاصح وغيرها يطلبوها من من دول اخرى ما كانش في مخزون كافي بسبب نظام العولمه في نظام العولمه الحالي كانت الدول تعتمد على التوريد اليومي للبضائع ولا تخزن كفايتها من من بعض السلع. ولابد انها ستعيد النظر في نظام العولمه او على الاقل في مستوى العولمه المناسب للعالم بعد كورونا. يمكن اكثر دوله سيطالها الضرر من اعاده النظر في العولمه هي الصين على عكس ما يتوقع الناس. لماذا؟ لان الصين اكثر دوله استفادت من نظام العولمه. ولهذا فكرت في مشروعها الضخم اللي سمته الطريق الحرير. لكي توصل بضائعها الى كل القارات. الصين عباره عن ورشه محتاجه سوق. العولمه خدمت هذا السوق ولدى الصينيين قناعه بان اكبر خطا ارتكبه حكامهم في الازمنه الماضيه هو عزل الصين عن العالم لفترات طويله عزلوها. واكتشفوا ان هذا كان خطا قاتل لانه تحولوا الى دوله محتله يعني احتلتها اليابان واحتلتها ببريطانيا واحتلتها دول اخرى اللي كانت ضعيفه. هذا الحصر حصل خصوصا في القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين كانت الصين معزولة تراجع مستويات العولمة سيؤدي إلى تراجع مستويات الإنتاج في الصين وتراجع مستوى الدخل العام لدى هذا البلد على المدى الطويل سيقلل الوباء بشكل كبير من القدرة الإنتاجية للاقتصاد العالمي بشكل عام يعني خاصة إذا أغلقت الـ أغلقت الشركات وسرح الموظفون خطر التفكك كبير خاصة بالنسبة للدول النامية أو الدول التي لديها عمال في أماكن أخرى دولة مثل مصر مثلا هذا سيعرض النظام الدولي بكامل لضغوط كبيرة الأمر الذي سيدفع إلى عدم استقرار واسع النطاق بطالة مشكلات عمالة مشكلة عائدين أه، حتؤدي إلى اضطرابات دولية يعني عالم دولي كبير ونحن نعلم ان التفكك الاقتصادي ستعقبه تفككات سياسيه واجتماعيه خطيره قد لا يستطيع احد تقدير تداعياتها ما لم تتفق الدول على تنظيم العمليه باقل قدر من الخسائر يعني اذا ما فيش اتفاق دولي يرتبوا العمليه هذه فتحول الى فوضى الازمه ستؤدي في السنوات القليله المقبله الى انكفاء الحكومات الى الداخل كما يتوقع المراقبون والدارسون ستنكفي هذه الحكومات إلى الداخل وتركز على ما يحدث داخل حدودها بدلا من النظر إلى الخارج وسيترتب على ذلك تغيرات مختلفة مثل ضعف سلاسل التوريد توريد البضائع زيادة في معدل رفض الهجرة في الدول اللي بتستقبل المهاجرين انخفاض في الرغبة يعني انخفاض رغبة الرغبة في معالجة المشكلات الإقليمية المشاكل الدولية أو العالمية بما فيها التغير المناخي هذه مشكلة حتنخفض الرغبة في حل مثل هذه المشاكل وتكريس كل الجهود لإعادة بناء المنزل من الداخل بالنسبة لكل دولة على حدة هذا متوقع طبعا هذا فيه من الخير بقدر ما فيه من الشر لا نستطيع الآن تقدير المستويات الخير والشر اللي فيه هذا على المستوى المتوسط والبعيد للأزمة فماذا عن المتوسط القريب يا ترى؟ على المستوى القريب للأزمة نشرت مجلة فرنسية رأيا لاختصاصي فرنسي اختصاصي في الجغرافيا السياسية ومستشار مؤسسة البحوث الاستراتيجية فرانسوا هيسبورغ قال فيه إن لدى أوروبا تحديدا فرانسوا هذا قال إنه لدى أوروبا تحديدا سيناريوهان في الشهور والسنوات القادمة كلاهما غير جيد لكن احدهما اهون من الاخر. السيناريو الاول ان تنجح الدول الاوروبيه في اجراءات العزل الى ان يتم اكتشاف العلاج خلال سنه من الان. يعني نهايه السنه في شهر اربعه من العام القادم 2021. هذا السيناريو الاول. بعدها اذا حصل هذا سيتم رفع الحجر تدريجيا في كل مكان من اوروبا. لكن بمعدلات وباوقات مختلفه. مع تنسيق أوروبي لأنه ممكن يحدث توتر شديد بين هذه الدول لكن ستظل هناك مشكلة هي الخوف من عودة كورونا بعد الانفراجة بعد السنة هذه وفي هذه الحالة ليس أمام الدول إلا أن تغلق على نفسها مرة تنغلق على نفسها مرة أخرى أما على المستوى الاقتصادي فيرى كاتب المقال لنكر الرأي فرانسوا يرى أن أوروبا من المحتمل ان تشهد انخفاضا بنسبه 15 الى 20% من ناتجها المحلي الاجمالي في عام 2020 العام اللي احنا فيه. 20% من ناتجها الاجمالي كبير مش مش قليل يعني. وبالتالي سيكون من الضروري اقامه اقتصاد مجتمعي موجه. يعني على غرار الاقتصاد اللي كان موجود في امريكا في الحرب العالميه الثانيه. اقتصاد مجتمعي موجه وحتى في المانيا بعد الحرب. يبدا المجتمع في تكييف الاقتصاد على ظروفها الحديثه يعني الجديده. وهو بالطبع ما سيسهم في تقليص نظام العولمه. اما السيناريو الثاني الذي افترضه هذا الخبير الفرنسي افترضه هذا الخبير الفرنسي فهو سيناريو مخيف يقول ان العالم قد يتاخر في انتاج لقاح الفيروس. هذا احتمال وارد، قد يتاخر العالم في انتاج لقاح للفيروس. مع هذا الاحتمال المخيف سيكون الناس في عالم غير معروف تماما يعني قد يشبه إلى حد ما القرن الرابع عشر الميلادي في زمن العصور الوسطى حيطبقوا ما يسمى بمناعة القطيع الفيروس سيقتل الكثير من الناس خاصة إذا تحور ويبقي من يستطيع أن يبقى على قيد الحياة لكنه المؤلف أو الكاتب يستبعد هذا الاحتمال لا ندري لماذا يستبعد مثل هذا الخيار مع انه العلم الى اليوم لم يكشف لقاح للايدز مثلا فيروس الايدز الى الان ما عندوش لقاح بعد 40 سنه من تفشي او 50 سنه وما زالت المعلومات المشكله انه ما زالت المعلومات شحيحه حول النوع الجديد من فيروس كورونا يعني اذا لم تجد المؤسسات العلميه لقاحا للفيروس خلال عام من الان فان الدول ستنهار ولن يكون امامها سوى ان تعتمد كما قلت خيار مناعه القطيع اللي كان يتكلم عليه جونسون هذا رئيس الوزراء البريطاني كان طرحه وهي فكره بيطرحوها اصحاب راس المال بيقول لك نترك الفيروس يتحرك براحته والناس تتحرك براحتها ومن مات فهو شهيد ومن بكى فهو عتيق على راي الامام يحيى في هذا الحال اللي عيبك هو اللي يكمل الشوط يكمل المشوار سيموت الملايين طبعا من البشر لكن البقية ستكتسب مناعة ضد المرض وتكمل المسيرة هذا هو معنى مناعة القطيع وهذا هو الخيار الأخير بطبيعة الحال للحفاظ على مؤسسات الدولة ولو في الحد الأدنى من كفاءتها الدول لن تفرط في مؤسسات الدولة ربما ينهار المجتمع بالكامل لكن هيحاولوا قدر الإمكان يمسكوا الدولة لأن هي الملجأ الأخير هي المنقذ الأخير في نهاية المطاف فيما يخص الوطن العربي قال كاتب المقاله هذا الفرنسي انه دول افريقيا طبعا شمال افريقيا كله عربي دول افريقيا ستتاثر اقتصاديا بشكل كبير لكنها ديموغرافيا يعني من حيث السكان لن تتاثر من الفيروس، لماذا؟ قال لانه معظم بنيتها السكانيه من الشباب. طبعا الفيروس بيفتك بالشيوخ اكثر. وضعف كبار السن وضعف البنيه. والوطن العربي مليان شباب، اغلبيه الان الموجوده اللي فيه الاغلبيه السكانيه شباب. هذا بالنسبه لشمال افريقيا العربي. اما دول الخليج فلديها احتياطات ماليه كبيره تمكنها من مواجهه ازمه خطيره لعده اشهر اكثر من اوروبا يعني دون خوف على الاستقرار بداخلها، على عكس دول اوروبا. يعني ممكن تصمد دول الخليج فتره اطول. بمدخراتها الماليه. إذا لم يسيطر عليها ترامب. إذا ما قال لهمش يعني الموجود عندنا خلاص يفتح الله. مثل ما سوى بالمسؤولين العراقيين، قال كل المسؤولين العراقيين من بعد صدام حسين اللي معاهم فلوس عندنا في البنوك الأمريكية أمريكا حتاخذها لأن هذه شقى شقى الجنود الأمريكيين وحقوقهم يعني. وممكن نسويها مع بقية دول الخليج. ومع كل هذه المخاوف إلا أن هذه الأزمة العالمية لن تخلو من الفوائد مثل كل أزمة إحنا برضو لازم نكشف عن الجانب المليء من الكأس كما يقال يعني علشان ما نسويش أحباط للناس لأن المعنويات الجيدة مهمة في تعزيز جهاز المناعة وفي مقاومة الوباء والفيروس بالفعل يعني لازم نتفائل ولازم يعني لازم نبعث رسائل إيجابية للمجتمع من حولنا ولاولادنا من حولنا بانه لا احنا قادرين على التغلب على الفيروس علشان ما ننهرش الجهاز المناعي بيستجيب لاي رساله نبعثها له القران يخبرنا بان مع العسر يسرا ويؤكد مره اخرى ان مع العسر يسرا بيستخدم ان للتوكيد ان مع العسر يسرا نفهم من ذلك ان الله قد صمم الحياه على قاعده الاخذ والعطاء عسر ويسر بحيث لا يتفرد العسر بالمشهد دائما لا يجتمع عسران في وقت يعني بدون بدون يسر لازم يكون في نافذه امل هناك مع كل عسر يسر قد نعلمه وقد لا نعلمه هذا المفهوم لاحظه العلماء في ازمه كورونا بشكل واضح على الرغم من أن الآثار الكارثية التي ألحقتها الأزمة ببعض الناس وبعض الدول والمؤسسات كانت كبيرة إلا أن الأزمة لم تخلو من فوائد أول تلك الفوائد التي لاحظها المختصون انخفاض مستويات تلوث الهواء في كوكب الأرض نسب الغازات السامة اللي بنبعثها من المصانع والسيارات وحركة الناس نسبة الغازات السامة هنا تراجعت كثيرا بعد, بعد بعد ان دخل الناس الى جحورهم على طريقه النمل قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حمايه البيئه والنشاط البيئي سيرجي ايفانوف قال ان حاله البيئه على مستوى العالم تحسنت بشكل كبير على خلفيه تفشي فيروس كورونا وذلك لان العديد من المؤسسات الصناعيه التي تسببت في تلوث الهواء توقفت عن العمل وخاصه في الصين هذا على مستوى نسب التلوث في الهواء قلت كثيرا وتحسن المناخ على مستوى النشاط الزلزالي ايضا لاحظ علماء الزلازل بجميع انحاء العالم ان الضوضاء الزلزاليه خفت كثيرا لان كشرة الارض القشره العليا للارض تتحرك اقل يعني بقليل مما يحدث في الظروف المعيشيه الطبيعيه حركه الناس حركه القطارات سبب تقليص حركه السيارات والقطارات والحافلات والاشخاص قشره الارض ارتاحت شويه وبطبيعه الحال هناك فائده اخرى من تخفيف حركه البشر والالات هي انخفاض مستوى الضوضاء في العالم. طيران على قطارات على سفن على لما تتوقف وتهدأ شويه حركه الضوضاء في العالم تخف وهذا قد يكون له تبعات ايجابيه على مستويات بيئيه ومستويات صحيه لا نعلمها بالتفصيل. لكن على سبيل المثال قرانا قبل سنوات ان النحل مهدد بالانقراض بسبب الضوضاء ضوضاء المدن النحل يتاثر بالضوضاء كثيرا لا يحتملها لا يحتمل ضوضاء المدن لذلك يهاجر من المناطق اللي فيها ضوضاء وازدحام وقد لاحظ العلماء ان خلايا النحل تهاجر الى اماكن بعيده للبحث عن الهدوء ولا شك ان في كائنات كثيره من هذا النوع ربما حتى الانسان بيتاثر بهذا الضوضاء وتترك على على جهازها العصبي اثار مدمره لا نستطيع قياسها ولا شك ان تراجع مستويات العولمه سيخفف من ضوضاء العالم قليلا يعني هذا نتوقع بدهيا وربما ياتي هذا في صالح التوازن البيئي اللي افسده الانسان بجشعه الغابات ترتاح شويه من القطع الحيوانات اللي كل شويه بيفترسوها ويصطادوها ترتاح شويه والتوازن البيئي يتحسن شويه ممكن يعني ربما الكوكب هذا كان محتاج اجازه لمده سنه سته شهور علشان يرتاح بسبب عبث الناس في ايطاليا مثلا لاحظوا ان مياه البحر البحار والانهار اصبحت انقى وانظف بعد كورونا تنظفت في السويد لاحظوا تراجع مرض كي الشتاء كان عندهم مرض يجي في الشتاء دائما هو القي المستمر يستمر لثلاثة ايام اربعه ايام تراجع هذا المرض خف كثيرا في السويد الان بعد بعد وباء كورونا بعد ما راحوا الناس البيت بعد الحجر اطباء علم النفس ايضا اطباء علم النفس الاجتماعي يتحدثون عن الفوائد النفسيه للتباعد الاجتماعي قالوا لك في تب في فوائد كبيره من هذه الفاصل اللي بيسوي الناس بين انفسهم الفاصله الحسيه يقصد بالتباعد الاجتماعي الحفاظ على مسافه حسيه بين الاشخاص مش بس مسافه فكريه وشعوريه هذا بيساعد على منع انتشار المرض هذه المسافة الحسية تصنع فارق نفسي علماء النفس الاجتماعي بيقولوا هذه المسافة اللي بنسويها بيننا وبين الناس بتصنع فارق نفسي كويسة لصالح يعني للروح المعدنية على رأي عادل المهم كويسة للروح المعنوية والحقيقة أن الحجر المنزلي هذا سيساعد الأشخاص على إعادة اكتشاف أنفسهم في نكت خرجت في الفترة هذه بتكلم على أن الناس بدأوا يتعرفوا على عيالهم ويتعرفوا على نسوانهم والعكس صحيح يعني فيها فوائد نفسيه بالرغم انه في احيانا تهديدات مخاوف من الطلاق والمشاكل والنزاع الاسري لكن حتخلهم يتاملوا حياتهم بشكل افضل الفيروس سيعطي فرصه للناس كي يخرجوا من الدوامه الكبيره التي ادخلهم فيها اله السوق كما كان يسميه روجي جارودي الدولار هذا اله السوق البحث النهم عن المال. الخروج من هذه الدوامه مهم ليتمكن الناس من رؤيه الاشياء بشكل افضل. ليتمكنوا من تقييم افعالهم. يقيموا الحكومات بهدوء، يقيموا الامور من حولهم بشكل افضل وهذا قد يسهم في تعديل سلوك الحكومات حتى فيما بعد الى الافضل. الان بعد ما تبينت فضائح الحكومات ما في ما فيش عندهم مخزون حتى للكمامات والمطهرات وما شابه ذلك تبين للشعوب ان اولويات الحكومات احيانا غير اولويات الشعوب نفسها الحكومات اولوياتها تصنيع سلاح وحرب واجندات سياسيه بينما الشعوب اولوياتها التعليم والصحه والاكل والشرب وما شابه ذلك هناك فيلسوف لا اتذكر اسمه قال ان الاعمال العظيمه هي بنت العزله وهذا صحيح ما من عمل عظيم في في العلم او الادب الا وجاء بعد عزله لصاحبه سواء كانوا انبياء ولا ادباء ولا مفكرين الاعمال العظيمه دائما خرجت من من العزله يمكن الحجر الصحي هذا يخرج لنا اعمال عظيمه بعد سته شهور ولا بعد سنه لا قدر الله اذا طال الامر خلال الأيام الماضية لاحظنا أن الحجر المنزل المنزلي قد اضطر أو اضطر بعض رؤساء الدول والمؤسسات إلى عقد اجتماعات عبر الدوائر التلفزيونية الخاصة رؤساء وحكام وزراء بيجتمعوا عبر الدوائر التلفزيونية الخاصة تجار نفس الحال التجارة الإلكترونية ازدهرت أكثر صرنا نطلب الاكل اليوم بالبضائع يعني نطلب الاكل والبضائع بواسطه الانترنت بالتطبيق يوصل لك المطلوب والتدريس حتى طلابنا يدرسون الان عبر الاونلاين هذا يدفعنا لتوقع ازدهار النشاط الالكتروني في المستقبل يعني اذا وجدت المؤسسات والشركات ان تجربه العمل عن بعد والتعليم عبر الانترنت مجديه إذا وجدت ذلك وبتعطي نفس النتائج التي يعطيها الحضور الفيزيائي للاشخاص ربما يدفعها هذا للقبول بهذا الحل في المستقبل. يعني بحيث يزدهر العمل والتعليم عن بعد. إلى الآن فإن التعليم عن بعد لا يلقى تقدير كافي من قبل المؤسسات الرسمية في العالم. التعليم والعمل. المؤسسات بتفضل إنه لازم يحضروا الموظفين ولازم يحضروا الطلاب للمؤسسات العلم. ربما لديها تقديرات خاصة لكن ممكن تكتشف الآن أنه في ما فيش فارق كبير أتحدث عن التعليم الجامعي بوجه خاص يعني لعل التجربة الحالية تدفع المؤسسات لإعادة النظر في موقفهم هذا من التعليم عن بعد سيكون من الجيد لشاب في اليمن أن يلتحق بوظيفة في الدوحة مثلا وهو جالس في بيته في اليمن لا يخسر المؤسسة بدل سفر ولا يخسرها بدل سكن ومعيشة ولا يضطر لمفارقة أهله ممكن يكون بالعمل من من بيتي يعني هذا الخيار يحتاج لتطوير بنيه التواصل الالكتروني بالطبع وهذا امر يسير هذا يعني مش صعب انه يطوروا البنيه هذه من الامور التي يمكن توقعها ايضا في المستقبل على خلفيه الازمه تطور مجال الطب المنزلي انا سميته كذا يعني مجال الطب المنزلي لاحظنا في الاسابيع الماضيه كيف ان المستشفيات عجزت عن استقبال المصابين بالفيروس لان الاعداد فوق طاقتها الاستيعابيه. هذه هذا حيسوي مشكله فيما بعد. ولا شك ان هذا قد نبه القائمين على النظم الصحيه الى ضروره ايجاد بدائل تخفف عن المستشفيات الضغط وقت الازمه. وليس هناك من حل سوى ان يطوروا اجهزه طبيه يمكن استعمالها في في المنازل من قبل المرضى والربات البيوت والعائلات يعني أجهزة مثل التنفس الصناعي مثل أجهزة الفحص ممكن نسمع في المستقبل عن تطوير أجهزة للفحص لفحص بعض الأمراض في المنزل كانت هذه الأمراض تحتاج للذهاب إلى المستشفى بدل ما يسووا ضغط على المستشفيات يخلوا المستشفيات للأشياء الضرورية ويقوموا بالفحوص الأولية في في المستشفى في البيت ممكن يطوروا هذه الأجهزة فيما بعد ويطوروا الامر لن يتوقف هنا في رايي انا اعتقد الامر لن يتوقف هنا فقد تطور بعض الدول منظومه متكامله من الطب المنزلي بحيث يغطي احتياجات اخرى غير مكافحه الوباء الفيروسي يعني قد يتجهون قد يتجهون لتعليم الطلاب في المدارس وربات البيوت يعلمهم بعض الاجراءات الطبيه الضروريه في في المنزل بجوار الاجهزه بحيث لا يذهب المريض إلى المستشفى إلا عند الضرورة ويمكن أن يتم ذلك بإشراف أطباء عبر شبكة الإنترنت والتلفزيون أيضا الخلاصة يعني أن الوباء سيدفع الناس والدول والمؤسسات إلى تغيير نمط حياتهم ونمط عملها السابق واتباع نمط جديد يشارك فيه المجتمع بقسط من العمل الصحي وسيرغم الدول تحديدا على وضع استراتيجيات وخطط جديدة لمواجهة مثل هذه الاحتمالات في المستقبل والأجمل من هذا كله في نظري أن الوباء سيحد من جهة من, من جشع الاستهلاك الاستهلاك الذي فرضته ثقافة العولمة والرأسمالية على الناس الاستهلاك الزائد عن حاجة الناس الاستهلاك الذي بدد موارد الكوكب الطبيعية علشان 20% من السكان من سكان الكوكب يحصلون على 80% من الثروه، يعني يمكن الفيروس هذا يسهم في اعاده توزيع الثروه بشكل عادل بين الناس ربما. لاحظنا ايضا في هذه الازمه العالميه ان الناس باتوا يتحدثون عن نهاية العالم بكثرة الكل بيتكلم عن نهاية العالم ولعلها المرة الأولى خلال مئة سنة التي يشعر فيها سكان الكوكب بقرب هذا المصير وإمكان حدوثه مصير نهاية الكوكب يعني أو نهاية, الب... نهاية, ال... نهاية البشر كان الناس يشاهدون في أفلام السينما أو يقرؤون في كتب الأدب عن موضوع نهاية التجربة البشرية على الأرض إما بواسطة نيزك يدمر الكوكب مثل النيزك والكويكب الذي متوقعين إنزل ينزل قريب أو بواسطة وباء أو بواسطة حرب عالمية يعني نووية هيدروجينية أي شيء اللي تجود به مصانع السلاح أو بواسطة تحولات مناخية قاسية الناس كان الناس يتعاملون مع الموضوع يعني باعتباره من موضوعات الخيال العلمي أو الخيال الأدبي لأنه يعني حتى العلماء أيضا تكلموا عن فرضيات ونظريات للنهاية نهاية, نهاية, العالم نهاية الكون مش بس نهاية البشر على مستوى الكوكب نهاية الكون بالكامل يعني عندهم فرضيات وحسابات علماء الفيزياء تحديدا وفي كتاب طريف عن هذا الموضوع صدر عن عالم المعرفة بعنوان النهاية ونهاية العالم المهم كان الناس بيتعاملوا مع الموضوع باعتبار هذا من الخيال العلمي او الخيال الادبي بعد ما جاء كورونا بعد كورونا شعر الناس انه الموضوع غير مستبعد ابدا الان بيقول لك ممكن اللي كنا شو اللي كنا نعتبره خيال صار واقع ممكن اذا مات ملايين الناس ستنهار المؤسسات الحكوميه وتسقط الدول ويدخل العالم في فوضى ممكن ترجع للعصور الوسطى لا علم ولا مؤسسات ولا محزنه ولا علماء ولا في ناس بيكون بادوارهم. وهناك نقطة غامضة قليلا اود ان الفت الانتباه اليها بهذه المناسبة. هي ان خيال الادباء الذي كنا نعد يعني نعده بعيدا عن الواقع بدا في هذه الازمة اكثر اصالة من من تفكير الناس العاديين والتقليديين. يعني في اوقات الهدوء، في اوقات السلام إذا قرأنا كتب الأدب والفلسفة يعني نقول إن في أنفسنا ما أبعد خيال هؤلاء الكتاب عن الواقع ناس عايشين في برج عاجي في أبراج عاجية بعيد عن هموم الناس وواقعهم بيفكروا يعني تفكير لا صلة له بالواقع كان هكذا كنا نقول أو هكذا كان يقول الناس بسبب هذا الانطباع عند الناس كانوا يظنون ان الادباء والفلاسفه عباره عن زوائد دوديه لا حاجه للناس بها ولا حاجه للمجتمعات بها لانهم يعيشون كما قلت في بروج عاجيه بعيدا عن واقع الناس ومن ثم لا يمكن التعويل على هؤلاء يعني في في في, في الواقع ولا يمكن استشارتهم في شؤون الواقع روحوا يستشيروا خطيب جمعه ولا يستشيروا يعني رجل, رجل تكنيك عالم تقنيات في مجال ما هذا عندهم عالم هذا عندهم موثوق في شؤون الحياه لكن استشيروا اديب او استشيروا مفكر وفيلسوف لا هذا بعيد عن هموم الناس كانوا يعتقدون ذلك ثم جاءت هذه الازمات تاتي الازمات الكبيره وتكشف ان اصحاب البروج العاجيه هؤلاء هم اكثر الناس قربا من واقع الناس اكثر الناس خبره ودرايه بواقع الناس لكنهم ينظرون الى الى الجوهري في الواقع لا الى المتغير كما عاده الاخرين يعني الصحفي والمحلل وخطيب الجمعه والعالم التقني في اي مجال من المجالات هذا ربما ينظر الى المتغيرات اليوميه لكن الاديب والفيلسوف والمفكر هذا بصر النافذ الى الجوهري في الحياه وهذا هو الاهم المفكرون الادباء الذين اهتموا بقضايا المناخ قبل سنوات هم اكثر الناس واقع اكتشفنا انهم اكثر الناس واقعية من المحللين السياسيين المشغولين بالتفاصيل اليومية للسياسة، اليوم احنا بن... بندفع ثمن التحولات المناخية لو ان لو ان الناس استوعبوا كلام المفكرين والادباء اللي كانوا بيتكلموا عن التغيرات المناخية من وقت مبكر واللي كانوا يتوقعوا مف... يعني كوارث بتترتب على التغيرات المناخية وكانوا يعني كنا نعتبرها خيالات اليوم احنا بندفع ثمن هذه ال... هذه الخيالات التغيرات المناخيه قد تغير شكل العالم جذريا في لحظه من اللحظات العلماء الذين يهتمون مثلا بفلسفه اخلاق العداله كيف نفلسف العداله ما هي اخلاقها هؤلاء هم اكثر واقعيه من الوعاظ واشباه الوعاظ من المثقفين لماذا لانهم يضعون ايديهم على الجوهر في حياه الناس هذا محتاج تفصيل ما فيش له وقت يعني الهدف من هذا الكلام هو لفت الانتباه إلى أن الأدب الأصيل والفكر الأصيل أو الفكرة الأصيل قد يتنبأ مبكرا بعواقب بعض الأفعال التي يكترفها الإنسان ولا يلقي بها بالا لا يلقي لها بالا يعني إحنا ممكن نتصرف كل يوم تصرفات ولا نهتم فيها ويأتي فيلسوف أو أديب يقولوا شوف هذه الأعمال البسيطة اللي بتشوفها أنها بسيطة في يوم ما حتدفعوا ثمنها احنا بنعتبرها تفاهات لكن هو لا هو عارف ان التفاهات هذه بتتراكم وتتحول من 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 حالات كميه الى حالات نوعيه التغير الكمي يؤدي الى تغير نوعي كما تقول القاعده اليساريه الماركسيه ومن ثم ينبغي أن نتعامل مع هواجس الأدباء والمفكرين باعتبارها أفكار مهمة متقدمة سابقا لعصرها أنتجتها عقول ملهمة لها قدرة على الاستشراف المستقبل من خلال النفوذ إلى جوهر الواقع، أنا أتكلم عن الأفكار الأصيلة مش عن الأفكار المقلدة والمثقف التقليدي المردد الببغاوي، المفكر الأصيل والأديب الأصيل. يعني حتى تلك الأفكار التي تبدو غريبة عند بعض ال... عند بعض الكتاب ينبغي النظر اليها باعتبارها افكار ملهمه تشربت من عالم المستقبل عبر ثقوب المفكرين والمبدعين الاصيلين اكرر الاصيلين الأ... الأد... الادب والفكر لا يكون ملهما ولا يكون بصيرا قادرا على استشراف المستقبل الا اذا كان اصيلا الاصاله عكسها التقليد الأديب أو المفكر المقلد هذا مثل الببغاء يقلد ما يسمع دون أن يفقه حقيقة لا يستطيع أن يكشف أن يكتشف الجوهري في 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 الحياة من حوله الأدب الأصيل ينبت بشكل طبيعي من تربة الذات من هواجس الناس الموجودين بجانب الأديب لا من هموم مجتمعاتهم لا من هموم مجتمعات أخرى ولذلك يقال مثلا أنه واحد مثل نجيب محفوظ لماذا أصبح أديبا عالميا؟ أصبح أديبا عالميا لأنه استطاع أن ينقل خصوصية المجتمع المصري وحارة السيدة زينب إلى مستوى عالمي، مش لأنه استلهم قضايا عالمية ومشكلات عالمية، لا، لأنه حول القضايا الخاصة في المجتمع المصري إلى أوصلها أو إلى العالم، لماذا واحد مثل شيكسبير ما زال اديبا عالميا يعني يقرا الى اليوم لأن الرجل هذا كما يقول النقاد وضع يده على الجوهر في الحياه على الجوهر في الشخصيه الانسانيه على جوهر في العلاقات الاجتماعيه ولذلك ظل مقروءا الى اليوم هذا هو المعنى الادب الاصيل والفكر الاصيل هو الذي يضع يده على ما هو جوهري اما المقلد فهو صدى صوت لاخرين مجرد مرايه بتعكس بتعكس مشكلات مجتمعات اخرى لا مجتمعات بيئتها الحقيقيه والاصيله وكذلك المفكر كما اقول ازمه كورونا كشفت عن اهميه التنسيق الدولي من اجل قضايا الكوكب كشفت للناس العاديين في البلاد المتخلفه متخلفه حضاريا كشفت عن أهمية المؤسسات الدولية ذات الطابع الكوكبي. يعني مؤسسة مثل منظمة الصحة الإنسانية، المنظمة العالمية للارصاد الجوية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والبرامج التي تعمل على مستوى كوكب الأرض من أجل الإنسان كإنسان. يعني اكتشفنا أهمية مثل هذه المؤسسات، المفروض يعني نكتشف أهميتها، حتى لو كانت هناك يعني ملاحظات على عمل هذه المنظمات والمؤسسات، لكن المهم أن يتعاظم الإحساس لدى الناس بالمصير المشترك للإنسان. من المهم أن يشعر الناس بحاجتهم للتفاهم والتنسيق في قضايا المصير الإنساني. لأن هذا سيساعد على ردع السياسات الانتهازية الجشعة لبعض القادة وأصحاب رأس المال. يعني واحد مثل ترامب كان قد اعلن قبل ايام قبل فتره انسحاب امريكا من اتفاقيات دوليه مهمه مثل اتفاقيه المناخ، اتفاقيه باريس للمناخ. اتفاقيه باريس للمناخ تهدف الى الحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحراره العالميه على مستوى الكوكب حتى لا يتسبب الاحتباس الحراري في حدوث الجفاف والفيضانات وذوبان الانهار الانهار الجليديه يعني وارتفاع مستويات البحر وغيرها من النتائج الخطيره المترتبه على ظاهره الاحتباس الحراري بسبب المصانع والغازات السامه والادخنه. لما تنسحب امريكا من الاتفاقيه هذا يعني انها لن تراعي مصير الناس على على الكوكب. هذا معناه انها تفكر في مكاسب الصناعه ولا تاسف للاثار التدميريه على المناخ المناخ والبيئه. الآن أمثال ترامب هذا في الدول الصناعية الكبرى لا يستطيعون إقناع الناخب المحلي بمثل هذه السياسات بعد أزمة كورونا لأن الناس انتبهوا لمشكلة التغيرات المناخية والبيئة الصحية للكوكب أزمة كورونا نبهت الشعوب لأهمية الحفاظ على البيئة الصحية للكوكب وهذه فائدة أخرى من فوائد أزمة كورونا الفيروس يدفع بطريقته الخاصة يعني لمصلحة الانسان، بيدافع عن الانسان بطريقته الخاصة، وبيدافع عن الكائنات الحية. من يقنع ترامب والترامبيين في العالم بضرورة احترام المناخ والتوازن البيئي؟ من يقنعهم؟ ما فيش غير فيروس مثل كورونا من هذا النوع يقدر يقنع الترامبيين في في انحاء العالم. فقد حق عليهم القول كما قال القرآن وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ليش تكلمهم قال ان الناس كانوا باياتنا لا يقنون يعني لان الناس ما كانوا يستجيبوا للايات اللي بنرسلها الاحتباس الحراري مثلا هذا قد آه يولد ايات كثيره هذه علامات على انك بتفسد لما يقول لك انه الجيل الخامس من آه الانترنت هذا من الاتصالات الجيل ربما يكون هو المتسبب في ظهور الفيروس هذا فيروس كورونا هذا ربما له علاقة بإفساد الغلاف الجوي فيجي الفيروس بمثابة آية من الآيات الإلهية للناس على أنهم قد أفسدوا كما تقول الآية القرآنية الآية هنا معناها علامة علامة على أنك قد أفسدت ما هو أحيانا لما يطلع في جلدك صفح جلدي حبوب حمراء أو صفراء أو كذا لك هذه آية أو علامة على أن في تسمم على أن الكلى مثلا عندك ما بتشتغلش بشكل صحيح او ان في مشكله صحيه كذلك الكوكب عنده ايات وعلامات على انك تفسد فيه ممكن يبعثها لك هذا اذا اذا ما ما فهموش الايات الصامته القران يقول لهم بنرسل لهم ما يناسب مقامهم اذا ما فهموش الايات اللي بنرسلها كل شويه حنرسل لهم دابه من الارض تكلمهم بلغه صريحه لانه الدواب الدواب التي لا تفهم الرسائل الالهيه والايات الربانيه ما لها الا تابة تكلمهم باللغة اللي تناسبهم وتناسب مقامهم لأنه زمن الأنبياء المنذرين خلاص ما عاد فيش نبي يجي ينبهنا ويقول لنا انتبهوا حيحصل لكم كذا مثل يونس يصير ينبه أصحاب نينوى مثلا كلهم إذا لم ما إذا لم تعتدلوا المدينة كلها حتروح خلال ثلاثة أيام ما عاد فيش أنبياء خلاص ما عاد بالله فيروسات تجينا إذا وقع القول عليهم انتهى الأمر ولم يعد يجدي الملام قال القرآن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذبا شديدا يعني قرية فيها عصيان كان ذلك في الكتاب مسطورا كتاب الأقدار يعني كله مكتوب في كتاب المقادير الإلهية والمقادير هنا مش معناها الأشياء الحتمية وإنما معناها من مضى في هذا القدر يتحمل نتيجته ومن مضى في القدر الإيجابي يتحمل نتيجته من يفسد في الأرض يتحمل نتيجة إفساده، ومن يصلح يقطف ثمرة لأنه هي مقادير أن تختار هذاك النجدين إما تختار قدر الخير أو تختار قدر الشر. من يسكت عن إنكار المنكر يتحمل مع مع اللي بيفسدوا يتحمل النتائج وعلى الشعوب أن تتحمل مسؤوليتها، الشعوب اليوم حتى على مستوى الشعوب البسيطة هذه اللي بتدفع ثمن في الربيع العربي، هذه بتدفع ثمن أخطاء موقفها من الظلم من الفساد من من الانحرافات على مستوى السياسه على مستوى الثقافه على مستوى الفكر تدفع تتحمل مسؤوليتها تجاه عبث حكامها والا فقد اعذر من ازعر كما قال احدهم اعذر من انذر وهكذا وصلنا لختام الحلقه نشكر متابعتكم ونلقاكم في الاسبوع القادم باذن الله.